حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن هشام بن زيد بن انس بن مالك عن انس رضي الله عنه قال انفجنا ارنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحه فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوريكها او فخذيها قال فخذيها لا شك فيه فقبله، قلت: وأكل منه، قال: وأكل منه، ثم قال بعد: قباله.